فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح ما يذكره الشيعة والرافضة من أن هناك مهديا منتظرا سيخرج، وأنه سيكون له اسم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكل قوم مهدي، اليهود ينتظرون المهدي وهو المسيح الدجال، هذا مهدي اليهود، والنصارى وكذلك الشيعة ينتظرون خروج المهدي، المهدي الذي يقولون إنه يقتل أبا بكر وعمر ويخرجهم من القبر من قبورهم ويقتلهم، وأنه يعمل كذا وكذا، هذا مهدي الشيعة، مهدي قائم الزمان اللي في السرداب، السرداب ينتظرونه، سرداب سامرة ينتظرونه حتى يخرج، ويقولون سهل الله فرجه وإلى آخره، يقولون هذا إذا خرج يبي يقيم الإسلام ويبي يقتل صحابة الرسول الذين عادوا أهل البيت واغتصبوهم وغصبوا الحكم منهم إلى آخره، هذا مهدي الشيعة. أما مهدي أهل السنة والجماعة فهو ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل يخرج عندما يختلف الناس، يحصل خلاف من أهل بيت الرسول، من ذرية الحسن بن علي، محمد بن عبد الله اسمه يطابق اسم الرسول وشبهه شبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبايعه الناس لأن ما عندهم إمام في ذاك الوقت، عندهم اختلاف، فيبايعونه فيقودهم إلى الحق ويعدل، يملأ العرض عدلا كما ملئت جورا، ويأم الناس في الصلاة ويغزو بهم في الجهاد حتى ينزل المسيح عليه السلام، ينزل المسيح على عهد المهدي، وهم يصلون الفجر فيريدون أن يقدموا المسيح عيسى بن مريم يصلي بهم ويقول لا إمامكم منكم، فيصلون الفجر خلف المهدي، حضور مع المسيح معهم يصلي معهم، ثم يظهر الدجال في عهد المهدي، ينزل المسيح عيسى بن مريم ويقتله، يقتل الدجال ويقود المسلمين وتمتلئ الأرض من العدل على يده، وإمامته إمامة حق، هذا مهدي أهل السنة والجماعة الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتواترت به الأدلة. هناك من ينكر ظهور المهدي هذا، ولكن رد عليه أهل السنة والجماعة بردود كثيرة وذكروا الأدلة الواردة في ذلك.